ليه جايبها معك؟ خليها تطلع لبرا. يا مو بدك تباركي لي صفاء صارت مرتي على سنة بالله ورسوله. شو هاد؟ مثل ما سمعتيها. معلش صفاء لا تواسين، بس أول يومين. تعالي لدلك على غرفتك، نورتي بيتك ومطرحك. ارضي علي مرت عمي. معلش صفاء معلش. أمي قلبها طيب. يومين تاني إن شاء الله. يومين وبتروح. تعالي. تعالي. أي هي الكاسة اللي فيها لحمة؟ ماشي نادرة. صفاء؟ يا صفاء؟ نعم مرت عمي. تقبريني؟ عادي اشربي مع ناصر. عادي يقبرني هالوش ما احلى. عادي شو يا روحي. ايه ما قلتي لي شو صار مع عم احمد وسلفته؟ وين ما قعدتي جنبي وهلا عم تقولي لي بعد عني شو صاير معي؟ ايه بعد بعد لا تري بعد. اخ يا بطي انا رايح جيب. اخ يا ربي. شكلها مضروره من شيء اكلته او شربانته. بطنها صاير مثل الحجر وبياض عينها صاير اصفر. أكلة من أكلنا وشربانة من شربنا. يعني لو كان في شي بلا منقودية كنا نحن تأذينا كمان. يعني حكيم بعد مؤاخذة يعني من وقت ما صارت معها هاي الحالة ما عم تخليني أقرب منها ولا عم تخليني ألمسها ولا عم ترضى تقعد معي بأوضة وحدة. جيب لي كاسة مي لأرال عليها. فورا. لعب الشوم بس صاروا النسوان يناموا للظهر والرجال يفيقوا عبكير. اي والله اخر زمان. لكن لكن تقبريني شمستك كثير عاليه الا اليوم. ها لانه راحت من وش الضو فاقت ما احلاها. بدها تروح تشق على امها وبنتها. يوف هلا قيبيني من سيرتها. عيني صار مارق شهر على الموضوع. ها على العمل اللي جبتي لي اياه عند ابو ستيكه وقلتي لي انه بدك تخلصي لي الموضوع على الاخر وتخلي ابني يطلقها ويكرهها. لحد هلا ما صار شيء بسعيده؟ لحد هلا ما صار شيء؟ ولا تكوني ناطيتها لتحبل وتلزق بابني كل العمر؟ لا لا خلص طولي بالك. بكره انا وانت بنروح لعند ابو ستيكه وبتحكي له اللي بدك اياه. تفضل القهوه ابن عمي. ان شاء الله بعيش وهالديات يا رب. ذوقها واعطيني رايك. بكره عنا تعزيل. شو بدنا نعزل؟ غرفة الضيوف. ايه مرت عمي بس انا الاسبوع الماضي عزلتها. ايه لا البيت بده تعزيل كل يوم لانه مو حلوة الناس تشوفه وسخ بيحكوا علينا. ايه طبعا مرت عمي بعرف لهيك انا كل يوم بعمل لها تنظيفة. هلا كل ما بدي احكي بدك تضلي خدني جيتك. عم اقول لك بدنا نعزل يعني بدنا نعزل خلص.
وانت كمان بكره لا تجي على الغداء لانه ما لنا فاضيين نعمل اكل. شو بدكم تتغدوا انتوا؟ لكن لك فكره مندبر حالنا. صفاء يا صفاء. نعم مرت عمي. أنا رايحة شق على أم سعيد مرضاني وما فيني أتركها لحالها. بس ما أجي من قلبي أتركك بلا غدا. عملت مجدرة بزيت كتير طيبة، فيكي تاكليها هي وسخنة. إيه مرت عمي بس أنا ما كتير بحب المجدرة. والله هذا الموجود تقبريني. هاي بدل ما تقولي لي يسلم ودياتك مرت عمي، لك فعلا المنافة سعد. اهلين ابن عمي، والله ما ببالي تجي لان مرت عمي قالت لك لا تجي على الغداء. لك حبيبة قلبي والله ما هان علي تاكلوا شو ما كان، جبت لكم شوية صبيحة مشان تاكلوا. سلم ايديك. لا لا تقولي لي انه امي طابخة مجدرة. اي والله بس انا ما بحبها. اي خلص لا تحكي منها، انت كلي الصبيحة انا باكل المجدرات. قبل ما تبلشي روحي جيبي لي الحباشات، يلا روحي. اي يلا من عيوني. اي والله ما في اطيب من المجدرة، لا صبيحة ولا غيراتها. سالي سالم مشان الله رد علي، شو صار لك سالم؟ يا سالم قوم فيه مشان الله. سالم يا سالم رد علي، لك حكيني شو عم يجي على كوفي؟ شو سالم؟ ما بعرف مرت عمي ما بعرف، بعد ما اكل من المجدرة هيك صار ما بعرف شو فيه. سالم اكل مجدرة؟ الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، روحي جيبي الحكيم، روحي جيبي الحكيم. سالم يبعث لي حب عليك يا ربي، دخيلك انت